أربع شراشيب. ليلى فارس مصممة أزياء، ودي أول كولكشن ليها أو أول حاجات تعملها، كلها حاجات سواري حلوة قوي وراقية جدا. طبعا اللي هيشوفها هيقول دي بقى لها سنين بتشتغل في المجال ده، بس واضح إنها درست كويس وعارفة هي بتعمل إيه وأتقنت اللي هي بتعمله علشان تطلع الشغل بالجودة العالية دي، فأنا برحب بيها. أهلا بيك. أهلا بيك. أنت منورانا ومشرفانا. احكي لنا كده عن ليلى، دارسه ايه ودخلت مجال الفاشن ازاي؟ انا كنت اتخرجت من ثانويه عامه، جبت تقدير 94%. شاطره بقى. وبعد كده دخلت الكليه. انا ما كنتش حباها بصراحه، بس اهلي كانوا فكره اللي هو ما تسافريش، وهم كانوا يعني مرجحين اكتر ان انا ادخل كليه عندي بورسعيد. كنت عايزه اسال، انت بورسعيد؟ بورسعيد. ليه مخصوص بورسعيد؟ يس. اهلا وسهلا. فين السمك والجمبري طيب؟ نجيبه بقى المره الجايه ان شاء الله. طيب فانت كنت عايزه تسافري من بورسعيد للقاهره ولا تسافري بره مصر؟ لا، بره مصر اصلا. ده كانت برضو هما كانوا اصلا موافقين. بعد كده يعني بعد كده لما اتخرجت اختي بقى دخلوها كليه بره مصر، رغم ان انا ما كانوش راضيين اصلا انا حتى اسافر القاهره. فلما دخلت الكليه ما كنتش حباها، دخلت طبعا فاكولتي اوف كوميرس تجاره، ماجر اكاونتنج، محاسبه. انا كنت اصلا اي هيتد الماس اصلا، ما بحبش. احنا هنتكلم بالعربي عشان ما بعرفش انجليزي. اوكي. انا ما بحبش الماس اصلا خالص، ما بحبش الارقام، بس دخلت الكليه جبت فيها تقدير رغم ان انا ما بحبش اصلا الماس والارقام والحاجات دي خالص. فجبت تقدير فيها حلو، بس انا كنت دايما بحب قوي ارسم وبحب الفاشن، ده اللي كنت فعلا حباه قوي. احكي لي بقى مين اللي حبابك في الموضه، في التصميمات؟ هل في حد في العيله عندكم
البورسعيدية برضو كان عندكم في فترة كبيرة في محلات وبوتيكات مهمة كانت عندكم بيستوردوا حاجات من بره ومن أوروبا وكذا وكذا، ففي جيل يمكن كمان الجيل الأكبر منك كانوا شايفين ده، ولا في ديزاينر معين أنت ارتبطتي بشغله وكان دايما تتابعيه من وانت طفله صغيره فقلتي انا عايزه ابقى بعمل حاجات زي كده؟ مين فيهم؟ الاول خالص انا اصلا انا وارثه الفاشن ده عن اجدادي، يعني انا جدي كان بيصمم الفابريك نفسه، بيصمم رسمه القماش نفسه، وكان بيوديه بره للصين وكوريا، هو التصميم بتاعه بيتبع وبيجي هنا بيجي مصر. اوكي. فهو كان عنده الحته دي فنيه قوي فيها يعني. وبرده جدي والد بابا ديت يعني بابايا كان برده يعني، احنا وخالتي فاشن ديزاينر في العيله، العيله كلها فنيه، العيله ليها في مجال الصناعه والتصميمات بالظبط، فانت ده شربتي. اه طيب مين بقى برده من وانت صغيره كان عندك عرايس باربي؟ عندي عرايس كتير. ما زلت ولا طيب كنت تقعدي تعملي لهم حاجات ممكن لبس وكده؟ كنت ممكن تشوفي فاشن شوز لديزاينرز على مين وتقلدي الحاجات؟ انا بصراحه بحب قوي زهير مراد. انا حتى حاسه روح الحاجات بتاعتي لما كذا حد شافها قال لي روح شبهه شويه، هو طبعا يا رب اوصل له يعني. لما حد يقول لك حاجتك فيها من روح زهير مراد، هم قال لي كده، ايجابي ولا سلبي؟ لا انا طبعا ده يا ريت والله، دي حاجه شرف ليا اصلا والله حاجه تكون زي دي. بس انا هقول لك حاجه، دي حاجه سلبيه مش ايجابيه. سلبيه طبعا، حاجتك لازم يبقى فيها حاجة روح مميزه وروح ليلى فارس بالظبط، مش روح هما، مش روح زهير مراد قد ما هما احترامنا طبعا لزهير مراد مصمم عالمي صح، هي حاجات زهير مراد فيها من روح حد؟ لا طبعا، فيها من روح هو. هما مش قصدهم، قصدهم يعني ان انت وصلتي لحاجه، ان انت لسه ستارتنج، فانت وصلتي لحاجه يعني عالميه، ان الناس دلوقتي بتعمل يعني بتعملها زي ما انا يعني. زي ما انا قدمتك وقلت انت عامله اول كولكشن باتقان بجودة عالية مش بس ما تخليش حد تزعلي لما حد يقول لك حاجتك. لا مش هم مش قصدهم انها برضه انا بقول لك لا لا هم مش احنا عايزين انا عايز اشوف حاجتك اقول دي حاجة ليلى. ما هم قالوا لي كده برضه بس كده. لا هم حتى في الكولكشن يعني في الصور لما نزلت الكولكشن بقى كل صورة بيقابلوها يعني يقولوا دي بتاعت ليلى. طيب انت عاملة الكولكشن بتاعتك، انا شفت فستان فرح، عاملة حاجات جران سواري للأفراح الكبيرة الكلام ده بألوان كمان مختلفة. ومدخلة اللون الأحمر وده من الألوان الحلوة بتبقى في الجران سواري جدا، فبرافو عليكي. هنشوف بقية الكولكشن بس بعد الفاصل. أوكي. فاصل نرجع لكم، خليكم على رأس واحدة.
ليلى فارس مصممة أزياء بورسعيدية دارسة تجارة ومن عيلة مهتمة بالموضة وبتصنيع الموضة والأقمشة والتصميمات وعاملة كولكشن أكثر من رائع. كولكشن فيها روحها وفيها روح بورسعيد، فيها روح البحر مع الورد مع الحاجات المرجانية اللي عندهم في البحر، يعني أنا شايف إنها فيها روح بورسعيد. ولا انت مش شايفه كده؟ لا طبعا دي حاجه طبعا تكون حلوه يعني. بس انا مصمم المره الجايه تجيب لي جمبري برضه. لا هجيب وكابوريا اكل. طيب ليلى فارس، خلينا بس في الاول كده، بما ان انت مصممه في بدايه الطريق وتستاهلي ان احنا نعمل لك دعايه عندنا، واحنا في اربع شارع الشريف وقناتنا قناه الحياه واخدين على عاتقنا ان احنا نعمل دعايه لكل ما هو مصري، وبالذات الشباب الصغيرين زي حضرتك، ان احنا عايزينكم تكبروا، الاتيليه بتاعك يكبر، لو عندك 10 بيشتغلوا معاك يبقوا 20 يبقوا 100، عايزينكم تصدروا. فننزل دلوقتي بالانستجرام والفيسبوك الخاص بليلى. البراند اسمه ايه؟ الاف الاف ليلى فارس. ليلى فارس اوت كوتور. اوت كوتور. طيب لو نقول اوت كوتور للناس اللي مش عارفه ايه معنى الكلمه، اوت كوتور هي الخياطه الراقيه، يعني الفستان بيتعمل في الغالب منه قطعه واحده، ما بيبقاش ليه المفروض مثيل، فالمفروض الحاجات اللي زي دي تبقى اسعارها اغلى الى حد ما. احكي لي، عرفنا ان انت درستي تجاره وعرفنا بعد حبيتي الفاشن وانت طفله ازاي والكلام ده كله، احكي لنا بقى درستي فاشن ازاي؟ انا طبعا من وانا في الكليه يعني قلت انا مش هستنى ما اتخرج وابدا بقى لسه اخد كورسز وكده. انا اخدت من وانا في الكليه اخدت كورسز كتير في مصر. في مصر هنا، وطبعا كنت بتابع كتير برضو على اليوتيوب وبتفرج دايما على حاجات. انا بحب برضو الرسم قوي، بحب اتفرج على الباترون اللي بيتعامل ازاي، الحاجات دي كلها انا كنت مهتمه بيها جدا. أوكي. لحد ما طبعا ام تيكينج اند دبلوم ان فاشن ديزايننج طبعا حصلت عليها، يعني خدتي دبلومه في تصميم الازياء الملابس. فما اتخرجت بقى كنت خلاص انا كده، خلاص انا حصلت على الدبلومه فاوت اوف تايم، انا لازم يعني. انت دلوقتي بتعرفي تعملي باترون وبرسم بترسمي سكتش بتعملي باترون وبتقصي القماشه وبعد كده بتخيطي وممكن تطرزي وممكن تكوي وممكن تعملي كل حاجه ممكن. ممكن تعملي الفستان من الالف الى الياء، وده مصمم الازياء الشاطر طبعا. بس اكيد معاكي انا اي هاف تيم ورك، بس انا طبعا بحب برضو اقص وارسم برضو الفابريك نفسها الرسمه بتاعتها. يعني انا برضو بحب قوي اصمم رسمه القماشه نفسها تكون ازاي. قماشاتك اللي انت مختارها حلوه قوي، والحاجات الميتاليك دي كمان تجنن بصراحه. طب انا عايز اعرف الاتوليه ده في بورسعيد ولا في القاهره؟ لا فتحت هنا بالتجمع الخامس. والله اوكي. طب نزلونا مره ثانيه الفيسبوك والانستجرام، اي حد شاف المعروضات اللي عرضناها النهارده او الفساتين ممكن يتواصل مع ليلى من خلال الفيسبوك والانستجرام، تعرفوا المواعيد، تعرفوا الاسعار. هي بتعمل فساتين عرايس، بتعمل خطوبات، مش بتعملي كاجوال ولا ابريميدي؟ كله فري. انا وانا باخد الكورسز عملت طبعا جاكيت وعملت حاجات كاجوال برضو، يعني برضو بعرف اعمل باترون بتاعهم، بس انا اتخصصت قلت لا انا لازم يعني اتخصص. الحاجات دي انت اللي عاملاها؟ لا هو مش انا اللي عاملاها، بس والله كنت الفكره في دماغي ان انا عايزه برضو ادخل حاجات زي يعني صح؟ مش انا طب اعملي لبسك على الاقل. لا بعمل لبسي حاجات، بس انا قلت الواحد. طب قولي لي ان الحاجات دي مصري عشان اتبسط. لا دي مصري بس كده، خلاص كده عديتي. طيب تعالي نشوف اخر جزء من الكولكشن ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا مزيكا.
الله 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 الله، كولكشن أكثر من رائع من بنوتة مصرية بورسعيدية عاملة مجهود غير عادي، ودي أول كولكشن ليها. متوقع إن إحنا دايماً هنشوف حاجات مختلفة ومن نجاح لنجاح. هنستناكي في الكولكشن الخريف والشتاء إن شاء الله. شرفتيني ونورتيني، بحييكي، حاجات حلوة قوي بجد. ثانك يو جدا. شكراً ليلى فارس على وجودها معانا النهاردة، يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهاردة في أربعة شارع شريف. نكون معاكم إن شاء الله بكرة في نفس ميعادنا. شكراً ليكوا، باي باي.